يبدأ. منتخب لعبت مع الجزائر وتونس وتونس تونس سور المعلومه سور سور تونس اكثر فريق لعبت معاه هو المنتخب الجزائري 44 ماتش هذا قلنا منذ 62 لانه لقيت حتى كي عملت ريشيرش في الهيستوريك لقيت اول ماتش 1932 50 ما لازال لا فما 32 معناها وقت الاستعمار الفرنسي يظهر واحد بلاش في تونس لعبنا واحد بلاش المنتخب الجزائري المنتخب الجزائري تاسس في 58 فريق جبهه التحرير وتاسس مقبله تكلمت على سقيه سيدي يوسف وعلى لازم وفي تونس تاسيس تاع المنتخب تاسيس تاع فريق جبهه التحرير بنجومه مخلوفي ربي يطول في عمره مصطفى زيتوني رحمه الله عليه والاسماء الكبيره اللي تنقلت من فرنسا هربت باش تلعب للمنتخب الجزائري جات لتونس لازمش ننطلوش كانوا في فندق معروف في تونس التقاو هناك والصحافه الفرنسيه كلها قالت لك هربوا ويعني هذا يخلي الربط هذا اللي كاين كي قلت انت على خوا بين الشعب الجزائري لا ماهوش كلام ماهوش كلام هذا على ارض الواقع تاريخيا يعني من بدايه القرن الماضي كاين علاقات وطيده بين الشعب الجزائري وفما مصالح اخرى على مستوى المواجهات المباشره.